تحت شعار الشباب عماد المستقبل، انطلق المهرجان الفني والرياضي بمناسبة أعياد نيسان في درعا، حيث أقامت فروع درعا للاتحاد الوطني لطلبة سوريا واتحاد شبيبة الثورة والاتحاد الرياضي مهرجاناً فنياً ورياضياً في صالة فرع درعا لحزب البعث العربي الاشتراكي. بمناسبة احتفالاتنا بأعياد نيسان ذكرى ميلاد الحزب وذكرى عيد الجلاء والفصح المجيد، نحتفل أيضاً بالتزامن مع انتصارات جيشنا وصموده في المنشية، ونؤكد برسالة أنه لا يمكن ينتصر في درعا وفي سوريا إلا إرادة الحياة على إرادة الموت والدمار التي يحملونها دعاة الإرهاب وداعميه في درعا، ونقول الجيش صامد والجيش سينتصر في درعا بإذن الله. من خلال هذا المهرجان، من خلال الفقرات الفنية والرياضية، من خلال الهتاف، أثبتوا وقوفهم وصمودهم إلى جانب جيشنا البطل العربي السوري. طلاب وشبيبة واتحاد رياضي يوجهون رسالة صمود وتحدي، رسالة استقرار، رسالة صمود خلف رجال الجيش العربي السوري، مؤكدين نحن طلبة سوريا وشبابها أننا بالعلم والمعرفة نقاتل أعداء الوطن. المهرجان تضمن فقرات غنائية وموسيقية قدمتها فرقة كورال اتحاد الطلبة وفرقة اتحاد شبيبة الثورة للمسرح وفريق درعا بالكاراتيه، وهذه العروض مستوحاة من ذكرى عيد الجلاء ومن التراث ومن الحرب التي تمر بها سوريا. نقدم وصلة وطنية، وصلة أغاني وطنية، ووصلة مقطوعة، وصلة أغاني فيروزيات. هلا احنا مقدمين مشهدين، أول مشهد اسمه قصة جلاء، يعني بيحكي عن الجلاء، عن الأبطال اللي قاموا بالجلاء بسوريا، يعني أحمد مريود، إبراهيم هنانو، سلطان باشا الأطرش، الشيخ صالح علي، طلال حريذين. الفقرة بتضم مجموعة من اللاعبين المتميزين على مستوى المحافظة والقطر، وفيها العديد من الأبطال، وإن شاء الله بيكونوا بالمستقبل القريب هم نجوم لسوريا المستقبل. هي لغة الحياة التي تجمع السوريين بمختلف أطيافهم ومواهبهم لتكون هذه اللغة حروف سلام ومحبة تحملها سوريا للعالم.